أيام من حياة مريم فخر الدين. ولدت في 8 يناير من عام 1933 بمدينة الفيوم لأب مصري وأم مجرية. حصلت على شهادة تعادل البكالوريا واستطاعت أن تتقن 5 لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والمجرية. في أحد استديوهات التصوير عرض عليها مصور الاشتراك بصورتها في مسابقة فتاة الغلاف لمجلة شهيرة، وبالفعل فازت مريم فخر الدين في المسابقة بصورتها. عندما شاهد صورتها المخرج أحمد بدرخان رشحها للمشاركة في فيلم ليلة غرام، وحققت مريم فخر الدين نجاح كبير في أول ظهور سينمائي ليها. أصبحت نجمة كبيرة في الخمسينات والستينات، وبلغ عدد أفلامها حوالي 300 فيلم، لكن ظل دور الأميرة إنجي أيقونة أعمالها الفنية.